بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم أخوكم منصف. الموضوع تاع اليوم إخواتي أخواتي موضوع مهم بزاف، موضوع خطير في نفس الوقت. بزاف اللي مربيين سواء جزائريين ولا في الوطن العربي يغلطوا غلطة كبيرة، تلقاه عام كامل هو يتعب، ونهار مرحلة الإنتاج يصراو له حوادث وين يخسر البيض تاعو. حنا نبريباريو الطيور تاعنا في مرحلة التجهيز بدي فيتامين بلا دي 3 او بالكالسيوم، نستعملو تاني لاكولين، نستعملو الأحماض العضوية في مرحلة الإنتاج. الأنثى تكون حاضنة البيض تاعها، يا إما الذكر يولي يضرب فيها باش تخرج من العشوي يكسر البيض، يا إما الأنثى تهجر البيض تاعها وتحب تزيد دير عشوي واحد آخر. كاينين حوادث بزاف ما يخدمولناش المصلحة تاعنا كمربيين. من هاد المشاكل هادي بكل حنا نمدو لا دي 3 او، نمدو الكالسيوم، نمدو السيلينيوم. لا دي 3 او والكالسيوم مباشرة مع تحط الفيمالة البيضة الأولى تحبسهم مزيش تمد، تكمل تمد ما فيه ليزاسيد أورغانيك وتمد لاكولين وتمد الماء صافي. هذا يخلي الفيمالة تحضن وقت الحضن ودير العش وقت ما دير العش. هذه هي النصيحة لخاوتي المربين. كاينين بزاف تلقاه ما متولدلو الفيمالة، تلقاه يحب يزيد يمد لها، يقول لك انا باش نحافظ على جوهزيه الذكر وباش نحافظ على جوهزيه الانثى. ما كانش منها هذه غلطه كبيره، وهذه يغلطوا فيها كثير من المربين ومازالوا البرك يغلطوا فيها. اما لحنا واش نديرو؟ نحبسوا لا دي 3 او، نمدوا كومبليمون اليمونتير اللي ما فيهش لا دي 3 او بزاف، كيما مثلا ابسط حاجه كاينين مربيين تلقاه المكمل الغذائي تاع الفيتامينات اللي يخدم به هو فيتافورم تاع اليوم اللي يتباع في الصيدليه تاع فارماسي تاعنا تاع البشر. الفيتامين هذا مليح بزاف، بصح ا كونديسيون كاينه نصيحه، ما تستعداش الجرعة تاع 25 قطرة في إطرة تاع ماء. تسمى 25 قطرة في إطرة تاع ماء راهي بمعدل 3 قطرات في 100 ملي، 3 قطرات، 3 قطرات ماهيش واصلة، 2 قطرات ونص. ناس بزاف نشوفهم كي يمدوا الفيتا فورم يقولوا 6 قطرات في البيفاتا، هذاك راك مديت له دوز كثر على حنا البشر. اللي بالغ البشر اللي بالغ اللي كثر من 20 سنه يشرب 25 قطره في كوب من الماء. هذه المعلومة راهي صحيحة 100%، واللي قاعد يدير أكثر من لادوز هذه راهو قاعد يعرض في الطيور تاعو للخطر. نرجعوا للموضوع تاعنا، بعد وضع الأنثى البيضة الأولى نقصوا من هذه ونستعملوا لاكولين وليزاسيد أورغانيك ونستعملوا الفيتامينات اللي قاعدين نستعملوا فيهم.
وبلا ما ننسى الامور الطبيعيه هذيك ثاني مليحه بزاف، عظمه الحبار، الزنجبيل، هادو ثاني مليح بزاف. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى اني فدت واستفدت. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.